مساء الخير جميعا. اليوم درسنا رح يكون عن فن السرور، مقالة وهي مقالة أدبية. السرور يعني الفرح والبهجة، السعادة، يعني هذا مفهوم إنساني واسع فضفاض، يعني لا يتفق عليه من شخص لآخر، فلكل منا مفهومه الخاص للسعادة أو للسرور. فمثلا مفهوم السعادة لطفل في الخامسة من عمره ربما يكون لعبة اشتراها له والده. مفهوم السعادة لأم غاب ابنها عنها طويلا أن تراه في حضنها مثلا. مفهوم السعادة لسجين أمضى أجمل سنين عمره في السجن بأن يرى ضوء الشمس. مفهوم السعادة مثلا لطالب التوجيهي أن ينهي متطلبات النجاح ويلتحق بالجامعة. إذا تختلف هذه المفاهيم حسب الأشخاص، حسب الزمان المكان. فمثلا أيضا مفهوم السعادة لرجل غني يختلف عن مفهومها لرجل فقير، مفهومها عند المرأة يختلف عن مفهومها عند الرجل. مثلا المفاهيم هنا نحن في الأردن قد تختلف عن مفاهيم الأشخاص أو الناس في السويد مثلا، إلى آخره من الأمثلة. إذا مصطلح السرور مصطلح إنساني فضفاض واسع لا نستطيع تعريفه تعريفا محددا ثابتا، فهو متغير بتغير الأشياء من حولنا. قبل أن نبدأ بمقالة فن السرور سنتعرف بالبداية على الكاتب أحمد أمين كاتب المقالة، وهو أديب ومفكر مصري عمل في جامعة القاهرة وأنشأ مجلة الثقافة وشارك في إخراج مجلة الرسالة. بهن تعرف مؤلفاته اللي هو فجر الإسلام، ضحى الإسلام، فيض الخاطر، هذا الكتاب الذي أخذ منه النص. واضح؟ إذن بدك تحفظ اسمه ومؤلفات هذا الكاتب أحمد أمين. نعود إلى الدرس. يقول الكاتب: نعمة كبرى أن يمنح الإنسان قدرة على السرور يستمتع به إن وجدت أسبابه ويخلقها، أي يصنعها أو يبدعها إن لم تكن. يعني الإنسان أحيانا ما بيكون سعيد، لكن إذا استطاع أن يخلق أسباب السعادة فهذا أمر أو هذه نعمة كبيرة عند الإنسان. طيب، يعجبني القمر في تقلده هالة تشع سرورا وبهاء ونورا، ويعجبني الرجل أو المرأة يخلق حوله جوا مشبعا بالغبطة والسرور، ثم يتشربه فيشرق في محياه ويلمع في عينيه ويتألق في جبينه ويتدفق من وجهه. إذن هون الإنسان الذي يتمثل السعادة أو الذي يشعر بالسعادة والذي يخلقها هو مثل القمر الذي يخلق من حوله نورا وهالة. الهالة هي الدائرة من الضوء تحيط بجرم سماوي. يعني عندما ننظر إلى القمر ننظر حوله أو نجد حوله هالة. هكذا الإنسان الذي يشعر بالسعادة ويخلقها من داخله فهو مثل هذه الهالة التي ينتشر تشع، أي ينتشر ضوءها. فالإنسان أو المرأة سواء رجل أو امرأة يخلق جوا مشبعا بالغبطة والسرور. الغبطة بكسر الغين معناها السرور. يتشربه بمعنى يمتصه على مهل فيشرق في محياه. الإنسان السعيد بيظهر ذلك على وجهه وعلى محياه، ببين على وجهه. لما بتشوف حدا سعيد ببين، بتحكي له شو مالك، أول ما بتشوفه بتحكي له شو مالك مبسوط، شو مالك بتضحك، شو مالك مبتسم. والإنسان الكئيب الحزين أيضا يظهر ذلك في محياه، أي في وجهه، فتراه كاسف الوجه حزينا، ربما اسود وجهه من خبر ما أو من شيء منا. ويلمع في عينيه، يلمع بمعنى يتألق ويضيء في عينيه. يتألق في جبينه، أي يتألق هنا بمعنى يلمع أو يضيء في جبينه. الجبين هي منطقة بين الشعر والحاجبين، ويتدفق من وجهه. إذا الفكرة الرئيسية هون أن السعادة لها أثر إيجابي على شكل الإنسان، على وجه الإنسان، على نفسية الإنسان، فتظهر يعني أثار هذه السعادة في وجهه وفي محياه وفي عينيه. واضح؟ طب نكمل. يخطئ من يظن أن أسباب السرور كلها
أسباب السرور أن أسباب السرور كلها في الظروف الخارجية، فاشترط ليسرع مالا وبنين وصحة. يعني في ناس بيحكي لك أنا لو بصير معي مصاري بصير مبسوط، هذا ليس حقيقيا. يعني هناك أشخاص فقراء لكنهم سعداء، يعني لأنهم من الداخل سعداء. وبنين برضو في ناس ما عندهم أولاد وسعداء أيضا. في ناس اختاروا أن لا يكون لديهم أولاد، يعني خططوا من البداية أن لا يكون هناك أولاد وهم مبسوطين وسعداء. وربما وإن قال أحدكم يعني أنه من الداخل لن يكون سعيدا، لا نعرف. فالسرور يعتمد على النفس أكثر مما يعتمد على الظروف. أنت بدك تكون مبسوط ولا لا؟ وفي الناس من يشقى في النعيم ومنهم من ينعم في الشقاء. في الناس هناك ناس ممكن عايش بجنة قصر لكنه شقي تعيس حزين، ومنهم من ينعم في الشقاء. في ناس قاعد بخيمة بياكل خبز وجبنة وخبز وزيت ومبسوط. هذا المحسن البديع وفي الناس من يشقى في النعيم ومنهم من ينعم في الشقاء. لاحظ انه يشقى هنا طباق ينعم، والنعيم طباق الشقاء. عندما نطابق جملة كاملة بجملة هذا بسميه مقابلة. مقابلة، فن مقابلة. لكن لو حكيت لك شو يشقى وينعم المحسن البديع بينهم، طباق الشقاء والنعيم طباق، لكن جملة بجملة سميناها مقابلة. مقابلة آسفة، وهي من المحسنات البديعية. نكمل الفكرة. وفي الناس من لا يستطيع أن يشتري ضحكة عميقة بكل ماله وهو كثير. واضح إنسان غني بل فاحش الثراء والغنى، ولكنه لا يكون سعيدا ولا يستطيع أن يضحك من قلبه ومن داخله. وفيه من يستطيع أن يشتري ضحكات عالية عميقة واسعة بأقل الأثمان وبلا ثمن، ولا تنقصنا الوسائل فجونا جميل وخيراتنا كثيرة. مرت رحلة صغيرة أو تمشاية بسيطة في الشارع مع صديق مقرب، سندويش هيك من محل فلافل، مرات بتحس أنك أنت أصبحت تملك الكون أو أصبحت فرحا سعيدا. يعني في ظروفنا الآن مع الحجر، عندما يعني بدأنا نخرج ونشتم الهواء وربما نذهب إلى المحلات التي اعتدنا أن نذهب إليها قبل الحجر، نجد هناك سعادة. مجرد ركوبنا في السيارة أو خروجنا في لشراء الحاجيات أصبح من مفاهيم السعادة لدينا. إذن الإنسان هو والسعادة يعتمد على الإنسان نفسه، على داخلك، على دواخلك. أنت يا بتقرر تكون سعيد، تكون سعيدا أو تكون حزينا. لنكمل، نلاحظ أن يعني الكاتب من الكتاب المبتهجين المتفائلين بالحياة، ويدعونا إلى السعادة، إلى السرور، إلى خلق السعادة من داخلنا. نكمل. الحياة فن، والسرور كسائر شؤون الحياة فن. أنت إذا استطعت أن تكون سعيدا أنت بشكل ما فنان، كأنما ترسم لوحة جميلة وكأنما تعزف موسيقى رائعة. إذن الحياة فن، أي مهارة وإبداع، والسرور كذلك. فمن عرف كيف ينتفع بهذا الفن استثمره واستفاد منه وحظي به أي ناله، ومن لم يعرف أن يستثمر. انت مفروض تعرف مفتاح سعادتك وين. انت بتعرف انه سعادتك في هذا الشيء، اذا بطوره وبعمل عليه وبشتغل عليه. انت بتعرف انه هذا المكان بجعلني سعيد ببقى فيه، هذا المكان بجعلني حزينا ولا اجد نفسي فيه اخرج منه. اذا انت يجب ان تعرف مفتاح سعادتك اين وتطور هذا المفتاح. طيب نكمل. أول درس يجب أن يتعلم في فن السرور قوة الاهتمام. فما أن يصاب المرء بالتافه من الأمر حتى تراه حرج الصدر، كاسف الوجه، ناكس البصر، تتناجى الهموم في صدره وتقض مضجعه وتؤرق جفنه، وهي إذا حدثت لمن هو أقوى احتمالا لم يلقي لها بالا ولم تحرك منه نفسا، ونام ملء جفونه رضي البال فارغ الصدر.
شوف بحكي لك الكاتب هون، يجب أن تكون صابرا متصبرا ومحتملا لمصائب الدهر. يعني مرات بنشوف إنسان شيء بسيط قد يعكر صفو حياته وصفو يومه، إذا عليك أو من أول أسباب السعادة أن تكون قادرا على الاحتمال، تحمل الأمور وصابرا على ما يصيبك من عثرات الزمان. إنسان بتشوفه تافه، يعني بيصاب بشيء تافه، بيصير حرج الصدر، بمعنى ضيق الصدر، مخنوقا ومش قادر يتنفس وبده يبكي كمان شوي. كاسف الوجه أي عابس وحزين. كاسف الوجه يعني وجهه مبين عليه الحزن والعبوس. ناكس البصر يعني مطأطئ رأسه ونظر إلى الأرض، يعني لا ينظر إلى الناس بسبب حزنه وبؤسه. تتناجى الهموم في صدره، كأنما الهموم هنا أشخاص يتبادلون الأسرار في صدر هذا الإنسان، وتقض مضجعه أي تقلق فراشه، يعني يصاب بالأرق والقلق والتوتر بسبب موضوع ما، وهذا الموضوع كما قلنا موضوع تافه. تؤرق جفنه أي تجعله مصابا بالأرق لا ينام. وهي إذا حدثت لمن هو أقوى، قلنا احتمالا لم يلق لها بالا، لم يكترت لها، إنسان آخر نفس المصيبة وقعت معه تراه يضحك ومستمتعا في حياته. إذن هنا هذه اختلاف يعني في النفوس واختلاف في ردات الفعل. ولم تحرك منه نفسا ونام ملء جفونه رضي البال، نام مبسوط يعني لا يفكر في شيء، باله فاضي زي ما يحكي، فاضي البال أو هادي البال. فارغ الصدر أي صدره يعني لا يوجد فيه ضيق ولا شيء يزعجه أو يكدر صفوه. فارغ الصدر أي مرتاحا. إذن المقابلة بين نوعين من البشر، إنسان يستطيع الاحتمال، يستطيع التصبر والتجلد، وإنسان آخر يعني أي شيء يصيبه يجعله حرج الصدر كما قلنا، وحزينا ومتقطع الرأس. اختر أنت من تريد أن تكون الشخصية الأولى أو الثانية. لنكمل، ومع هذا كله ففي استطاعة الإنسان أن يتغلب على المصاعب ويخلق السرور حوله. وجزء كبير من الإخفاق أي الفشل، وهو مصدر صريح لفعل رباعي أخفق في خلق السرور، يرجع إلى الفرد نفسه، بدليل أننا نرى في الظروف الواحدة والأسرة الواحدة والأمة الواحدة من يستطيع أن يخلق من كل شيء سرورا، وإلى جانبه أخوه الذي يخلق من كل شيء حزنا. هذا تحدثنا عن كيف مرات في نفس البيت نفس الأسرة فرد مبسوط ومرتاح وسعيد، وآخر متذمر وساخط على كل الظروف المعيشية التي يعيشها ربما. إذن هذا يعود إلى قلنا إلى شخصية كل إنسان. إذن وإلى جانبه أخوه الذي يخلق من كل شيء حزنا. فالعامل الشخصي لا شك أي لا ريب له علاقة كبيرة في إيجاد الجو الذي يتنفس منه. ففي الدنيا عاملان اثنان، عامل خارجي وهو كل العالم، وعامل داخلي وهو نفسك. فنفسك نصف العوامل، فاجتهد أن تكسب النصف على الأقل. وإذا فرجحان كفتها قريب الاحتمال، بل إن النصف الآخر وهو العالم لا قيمة له بالنسبة إليك إلا بمروره بمشاعرك، فهي التي تلونه وتجمله أو تقبحه، تجمله وتقبحه طباق وهو محسن بديعي. فإذا جلوت عينيك وأرهفت سمعك وأعددت مشاعرك للسرور، فالعالم الخارجي يتفاعل مع نفسك فيكون سرورا. نعود إلى النص مرة أخرى. إذا يقول هون الكاتب، ممكن أضبط هيك الكتابة التليفون، إنه الإنسان قادر أن يكون قويا ومواجها لمصاعبه ومشاكله في الحياة، ويخلق كما قلنا السرور في حوله ويبتدعه. الإنسان هو الذي ينجح أو يخفق في ذلك. هناك عاملان كما يذكر الكاتب، عامل شخصي وهو لا شك له علاقة كبيرة في إيجاد الجو الذي يتنفس منه، وفي الدنيا عاملان، عامل خارجي
وعامل داخلي. إذا في عندك طرفان أو عندك عاملان ليحددان هل تكون سعيدا أم لا، العالم الخارجي هو الذي لا قيمة له، شو بهمني بالعالم الخارجي بما يحدث فيه وأنا. فتجد ناس يعني العالم الخارجي ربما يكون تكون حالة حرب، أو ربما تكون غلاء بالأسعار وبالمعيشة، لكن هناك تصالح مع النفس، تجده متصالحا مع نفسه، سعيدا مسرورا في حياته وفي عمله. إذا العامل الخارجي لا أهمية له، الكون كله ما في أهمية له، الأهم اللي هو أنت، أنت بيدك أن تجمل هذا العالم وتراه جميلا وتلونه بألوانك، أو أن تراه قبيحا. لأنه العالم لما بيشوفك أنت مبسوط ويراك مسرورا بيساعدك على تحقيق هذه السعادة، بيخلق لك كل أسباب السعادة، فبصير أمرك مسهل، ويعني كل شيء بتفكر فيه بيصير. فالإنسان أيضا نتيجة أفكاره ونتيجة أفعاله. أنت بتفكر أحيانا بأنه أنت راح تنجح بالتوجيه، فبتنجح لأنك أنت إنسان متفائل، إنسان يعني متصالح مع نفسك، إيجابي، فالكون بيساعدك على تحقيق ذلك، هذا الشيء نجاح. لكن الإنسان دائما يقول أنا ما رح أنجح بالتوجيه، أصلا أنا بدي أشتغل مع أبوي، أنا بدي أشتغل مع أبوي في المصنع تبعه أو بالشركة تبعته، الكون رح يحقق له هاي الأمنية، فبصير فعلا عامل مع أبي في هذا المصنع أو في هذه الشركة. إذا أنت بتقرر شو تكون، والكون الكون أداة الله خلقها، يعني سخرها إلك، إما إنها بتساعدك لتكون إنسان إيجابي وسعيد في حياتك، أو إنك تكون إنسان ساخط، إنسان متشائم، إنسان حزين وغير سعيد في حياتك. أنا مضطرة إني أنهي هاي، وصلنا لهون هاي الفقرة، هذه الفقرة مشان الفيديو ما يكون أطول من هيك. إن شاء الله رح أوافيكم فيديو آخر نكمل فيه هذا الدرس. إلى اللقاء.